المحطة الجهوية للتلفزيون الجزائري ببشار، ثم بالعودة إلى وهران للعمل الجاد عاشقا للمسرح بمسرح يعني أولا وقبل أن يرفع الستار من الملحنين الكبار وما أكثر تعدادهم، والتي كان هذا الاسم الفني الكبير هو من سيقود أوركسترا وهران الباهية. وللفكرة سيدي الوالي المحترم أصغر قائد أوركسترا في وهران الباهية للإذاعة الجزائرية والجزائر القاطب لنا طبعا الرئيسية. الفنانين اللي قدموا كذلك الكثير لهذا الوطن، فكل واحد يعني قدم ما يستطيع، منهم من تغنى بأبنائه وبناته، ومنهم من تغنى بجمال بناته، ومنهم من تغنى كذلك برجولة أبنائه، ومنهم من تغنى بشهدائه، ومنهم من تغنى بمجاهديه، ومنهم من عشق أمه فتغنى بها، ومنهم من عشق أباه فتغنى به. فهؤلاء كذلك كل منهم قدم ما استطاع، فلهم كذلك منا الشكر والتقدير والاحترام. الشكر إلى الرياضيين والرياضيات كذلك على مستوى ولاية وهران، بل الشكر إلى كل رياضي الجزائر، رياضي النخبة الذين هم اليوم يتنافسون في مختلف القاعات على مستوى ولاية وهران من أجل الظفر بالميداليات الذهبية أو الفضية وحتى البرونزية. فنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، نتمنى إن شاء الله ما نسيت حتى واحد، ما نساوش كذلك كما قلت بكري الباحثين والعلماء، وهذه الولاية تزخر بهذا النوع من الرجال والنساء. وأتذكر البروفيسور الأزرق الله يرحمه ويوسع عليه، أنا نهار جيت كان لي الشرف يعني أن تلاقيت مع هذه القامة من القامات، وقبل وفاته طبعا، وبعد ذلك يعني تلاقيت مع البنات نتاعو والذي هم كلهم كذلك طبيبات متخرجات ما شاء الله. وأتذكر العديد يعني من البروفيسور وكذلك من قامات العلم على مستوى ولاية وهران، فكلهم لنا منا التقدير والاحترام والشكر، رجال الدين، رجال الزوايا، كل الوهرانيين والوهرانيات، بل كل سكان الجزائر إن شاء الله. نتمنى لهم إن شاء الله الشيء الجميل، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، نتمنى لهم إن شاء الله النجاح، نتمنى الازدهار إلى هذا الوطن إن شاء الله. فالكل يعلم يعني أننا عانينا لسنتين متتاليتين من الكوفيد، والبارح يعني تنظيم أول حفل أو أول مهرجان على مستوى ولاية وهران بتلك الضخامة وبذلك الحجم أسعد كل الجزائريين والجزائريات. هذه الصبيحة كل الصحافة الدولية تتحدث على نجاح باهر في الجزائر، تتحدث على نجاح باهر في ولاية وهران. نحن نستحق النجاح، نحن نستحق أن يشيد بنا الأجانب قبل أن نشيد نحن ببعضنا البعض. فمرة أخرى شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد والي ولاية وهران المحترم، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي الفاضل، السادة أعضاء البرلمان بغرفتيه، السيدات والسادة ممثلي السلطات الأمنية والعسكرية، السيدة مديرة الثقافة والفنون لولاية وهران، السيد مدير المسرح الجهوي عبد القادر علولة، السيدة محافظ مهرجان الأغنية الوهرانية، السيدات والسادة أعضاء الأسرة الفنية، السيدات والسادة أعضاء الأسرة الإعلامية، جمهورنا الغالي، جمهور الأغنية الوهرانية، ضيوف المهرجان الأفاضل، الحضور الكريم، زملائي زميلاتي من الكراسك، مساءكم فن، مساءكم ورد، مساءكم وهراني بامتياز. سعيدة كثيرا بتواجدي بينكم في هذه المدينة التي نحملها في قلوبنا أينما ذهبنا ومهما ابتعدنا. وهران التي يحق لها أن تتزين، وهي تتزيد حوض المتوسط بحكاياتها الآثرة ورصيدها الوطني الملهم وثقافتها المتعددة
ولعل الأغنية الوهرانية ملمح مهم من ملامح المدينة الفنية، فهنيئا لوهران بصوتها الدافئ وهنيئا للثقافة الجزائرية بوهران. ويتضاعف فخرها هذه السنة أن تكون أو أن يكون المهرجان بحلة دولية بفضل الموعد الدولي الكبير الذي اختار وهران قبلة له. فأهلا بضيوف المدينة وبالوفود الرياضية والإعلامية التي تنزل في وهران ضمن ألعاب البحر المتوسط، ونحن على يقين أنها ستبقى طبعة استثنائية في تاريخ الألعاب. لن أطيل عليكم كثيرا، وفي الأخير اسمحوا لي أن أتقدم بموفور الشكر والعرفان للسيد والي ولاية وهران سعيد سعيود، الرجل الأول في الولاية كما أدعوه، الذي عدل من برنامج عمله المفعل ليشرفنا بحضوره الطيب. وأغتنم هذه الفرصة أيضا لأهنئه على نجاح انطلاق فعاليات التظاهرة المتوسطية للألعاب الرياضية، وعلى جميل صنيعه والتزامه التام وغير المنقوص أمام الولاية وساكنتها. كما أشكر كل من محافظ المهرجان على تنظيم المحكم لهذا الحدث الفني الهام السيدة خليدة بالبائي، وكذلك مدير المسرح الجهوي بوهران السيد مراد شنوسي على ما يبذله من جهد لترقية المشهد الثقافي بوهران. أما السيدة صالحي بشرى فلن أوفيها حقها مهما شكرتها، فهي لم تقف فقط على حيثيات التظاهرات المنظمة في الولاية، بل أيضا أشرفت على التنسيق مع الولايات المجاورة لولاية وهران، فشكرا لك سيدتي ألف شكر.